إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا عندنا فيديو جديد تماما. هو الفيديو ده عن اللي هي التصليح اللي هي الكيبورد ده. طبعا عارف ما فيش حد عاد بيستخدم كيبوردات كل الوقت بيستخدم اللابتوب، بس انا بفضل صراحة ان انا استخدم اللي هي البي سي لو الكمبيوتر الشخصي، وما بحبش استخدام اللي هي اللابتوب لانه ما بيدينيش حرية في الكتابة، يعني ده بيخليني اكتب بسرعة جدا خلاص، وده ميكانيكا. بالنسبة لده انا اشتريته على فكرة بخمسة جنيه، اللي هو الصيني الموجود في السوق اللي هو الجديد، تمنه 100 جنيه وضعيف جدا وبيبوظ، ودايما بنلاقي فيه مفاتيح مش شغالة غالبا يعني، او حتى المفاتيح بتاعته تبوظ. انا محتاج انك تغير كيبورد كل مثلا ايه كل شهر، ممكن هتلاقي ايه الكيبورد باظ وعايز تغير واحد تاني لانه ضعيف جدا. اما ده على فكرة ده كومباك اوريجينال. فالفكره الوقت اللي انا عايز، لانه هو في مفاتيح اللي هي لازقه ما بتطلعش، فالفكره اللي انا عايز افتحه، عايزين نشوف بنفتحه ازاي وننضفه ازاي، وعايزين نرجعه لحاله المصنع تاني عشان يبقى طبعا منظره كويس لان انا هستخدمه في البيت. تعال نشوف اول حاجه ان احنا نفتحه ونخلي بالنا ايه اللي هي نخلي بالنا ايه بالظبط اللي ممكن يقع منه والحاجات دي. خليكم معايا. دي كمية يا جماعة الزبالة اللي كانت موجودة فيه. لسه هعمله بقى بالبلاور. عموما معلش اللي هي ايه المفاتيح معلش ماسكة. وده الشكل النهائي يا جماعه ليه. الحمد لله ما عادش فيها اي مفتاح خالص بتعلق، الدنيا بتاعها شغاله كويس. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع حاجه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا ريت يا جماعه ان شاء الله ما تنسناش في المشاركه والاشتراك والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومحاضره جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.